مشاهدينا إلى هذه الجولة الصباحية بعالم الصحف والتي نبدأها عراقيا مع صحيفة المدى، وفيها نقرأ: متحف الناصرية يستقبل 1800 زائر من جنسيات مختلفة خلال عام. ضمت إدارة محافظة ذي قار احتفالية بمناسبة مرور عام على إعادة افتتاح متحف الناصرية الحضاري بعد 25 عام من إغلاقه، وأكدت استقبال أكثر من 1800 زائر من جنسيات مختلفة على مدى عام كامل، فيما دعت إلى تقديم المزيد من الاهتمام بالمواقع الأثرية وزيادة البعثات التنقيبية الدولية. وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في كلمته خلال الاحتفالية التي أقيمت بمتحف الناصرية إن محافظة ذي قار تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاح متحف الناصرية الحضاري، والذي استقبل أكثر من 1800 زائر وباحث وسائح أيضا من جنسيات مختلفة على مدى عام كامل بعد أن كان مغلقا لنحو 25 عام متواصل. حلو هذا الخبر طبعاً. يعني بعد ما كان مغلق متحف الناصرية طوال ال25 عام، احنا نأمل انه يعني يكون هنالك التفات للجانب الثقافي للبلد، الجانب الحضاري واللي يمثل رمز العراق ورمز الأمة العربية بشكل عام، رمز الوطن العربي، على اعتبار انه متحف الناصرية من احد اهم المتاحف ومثل ما نعرف بانه المتاحف العراقية والآثار العراقية هي من أهم المعالم اللي موجودة بالعالم. طيب ننتقل لخبر آخر يا شهد، منها إلى صحيفة الصباح لنطالع اجتماع جديد لمبادرة دعم الدراما. عقدت اللجنة التحضيرية لمبادرة دعم الدراما العراقية اجتماعا جديدا ناقشت فيه النقاط المطروحة في جدول الأعمال وما تمخض عنه مؤتمرها التحضيري لهذه المبادرة، والتي أطلقها مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي والذي انعقد بالمسرح الوطني تحت شعار الدراما حياة في 9 من آذار الحالي، وبمشاركة فاعلة لوزارة الثقافة والسياحة والأثار ولجنة الثقافة والإعلام النيابية وهيئة الإعلام والاتصالات وجمع من الفنانين وغيرهم من المعنيين بالدراما العراقية. أيضا خبر جميل، إحنا نعرف أنه أيضا الدراما العراقية محتاجة إلى إعادة بناء. نعم. يعني يحتاج لها هيكلة جديدة للدراما العراقية، مسلسلات، مسارح، وأيضا اليوم موضوعنا لهذا اليوم هو راح يكون عن المسرح. جميل. العراقي ومشاكل المسرح العراقي. يعني احنا أيضا عندنا هسه خبر عن المسرح، لكن دائرة السينما والمسرح احنا نأمل أنه تلتفت، أو بالتحديد وزارة الثقافة العراقية تلتفت بهذا الجانب، لأن الدراما العراقية أمست كلش ضعيفة بالفعل. طيب ننتقل لخبر آخر جاء بصحيفة المشرق بجهود ذاتية افتتاح مسرح الرشيد، هذا الخبر دا أقولش عليه. أعلنت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية وبرعاية الوكيل الأقدم جابر الجابري عن افتتاح مسرح الرشيد تزامنا مع إقامة احتفالية يوم المسرح العالمي. وقال المخرج المسرحي أحمد حسن موسى رئيس لجنة العمارة التطوعية لمسرح الرشيد أن افتتاح المسرح يأتي بعد حملة تطوعية واسعة شملت مجاميع من طلبة الجامعات والفنانين والمثقفين والإعلاميين، منها المركز التطوعي في وزارة الشباب وفريق محبي بغداد والفرق التطوعية بالعاصمة لرفع أنقاض وشظايا الحرب التي أصابت هذا المسرح جراء الاحتلال الأمريكي للعراق. طبعا مع الأسف أنه إلى الآن هم ما مهتمين بالمسرح العراقي وبالمشاكل اللي دا تصير به، وحتى إحنا عندنا كثير من الشباب عندهم هواية التمثيل، عندهم كثير هوايات يحبون يؤدوها على المسرح العراقي. فعلا، ويعني احنا نعرف انه في السابق يمكن قبل 2003 كانت المسارح العراقيه يضرب بها المثل صراحه طبعاً. فاحنا نأسف لما نسمع انه مسرح كامل يغلق نتيجه حتى كان انعدام البنى التحتيه، انعدام الخدمات. نأمل من الحكومه العراقيه ايضا وزاره الثقافه عليها الجهد الاكبر تسلط الضوء على هذا الجانب، وكانوا حتى يحضرون يعني علينا من كل الدول العربية لحضور المهرجانات اللي تصير بخصوص المسرح العراقي والافتتاحات أيضا اللي تصير. طيب شوف الخبر التالي. بالتأكيد. أما صحيفة التأخي فأوردت رجل أقامة في الفضاء الخارجي عادة ليكون بين اللاجئين للأسف. تناقلت وسائل إعلام تركية وبلغارية نبأ وجود أول رائد فضاء سوري في إسطنبول بصفته لاجئا هرب من الأوضاع السائدة في بلاده،
وأوضحت هذه الوسائل أن رائد الفضاء السوري محمد فارس يقيم في تركيا منذ 4 سنوات، وأن السلطات الرسمية بسوريا وبحسب ما أوردته تلك المصادر استحوذت على ممتلكاته. وبعد مغادرته لسوريا عام 2012، من الجدير بالذكر أن سوريا كانت قد اختارت محمد فارس عام 87 ليكون أول رائد فضاء لها يحلق في الفضاء الخارجي ضمن برنامج كان الاتحاد السوفيتي السابق ينفذه آنذاك. وأمضى محمد فارس قرابة 8 أيام في الفضاء الخارجي وحمل لقب باحث على متن صاروخ سيوز 3. مع الأسف أنه هذه الشخصيات هي كفاءات ومهارات حتى وإن كان من 87 أو بعدها، يعني بالضبط يعني ما أعرف شو وقت الفترة، لكن يعني هذه الكفاءات وهذه أكيد. الشخصيات المفروض يعني ترفه، المفروض يكون هنالك اهتمام بها، لكن مع الأسف ما كل للأسف صار بين اللاجئين. هذه انتقالة إلى الصحف العربية، حيث تداولت صحيفة الراية القطرية الذهاب للعمل بالسيارة يزيد الوزن. أوضحت دراسة بريطانية أن اختيار طريقة نشيطة للذهاب للعمل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا فيما يتعلق بزيادة الوزن بمنتصف العمر. وتوصل الباحثون بعد دراسة شملت عشرات الآلاف ممن يزيد أعمارهم على 40 عام، توصلت إلى أن ما يذهبون للعمل بالسيارة يزيد وزنهم ويكتسبون نسبة دهون أكبر في الجسم. أكيد تأكيد لين قاعدين طبعا عن أولئك الذين يذهبون للعمل سيرا على الأقدام أو بالدراجة أو بالمواصلات العامة. يعني هالحالة لازم كلياتنا نجي للشغل. بالنسبة لي أنا أشجع ماشي. كل مواطني العاصمة بغداد، يعني هنا ماكو ازدحامات بأربيل، ببغداد يعفون سياراتهم، هي ازدحامات ازدحامات ويروحهم يعني سيرا على الأقدام، راح يكون أفضل وأسرع لهم. بسرعة لأنه هسه يعلقون بالأزمة مالت السير تقريبا شي ساعتين أقل شيء. يعني يكون سيرا على الأقدام أسرع بهذا الموضوع. أيضا نشرت صحيفة المستقبل خبرا بعنوان تحذيرات من احتمال غرق نيويورك ولندن خلال العقود المقبلة، في وقت بدأ يحذر فيه خبراء من السيناريو الخاص من ارتفاع مستويات سطح البحر. وجدت دراسة حديثة أن مستويات البحر سوف ترتفع بعدة أقدام خلال 50 عام المقبلة. وأفادت الدراسة بأن المدن الساحلية حول العالم بما فيها نيويورك ولندن قد تغرق تحت الماء بحلول القرن الحالي. وتبعت الدراسة أنه وبدون إحداث تخفيضات كبرى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فمن المرجح أن تحدث زيادة بمنسوب مياه البحر بعدة أمتار على مدى زمني يتراوح بين 50 و150 عام. إذا مو بس إحنا عندنا سد الموصل ومشكلة سد الموصل، فلازم بعد ما نحكي، لأن أمريكا ولندن، نيويورك ولندن ممكن معرضة بسبب الظروف المناخية لهذا الموضوع. وإحنا أكيد نتمنى أنه هذا الشيء ما يصير أي دولة كانت سواء أجنبية أو عربية. بالتأكيد. الختام مع صحيفة العرب اللندنية والتي حملت بمنوعاتها الإمارات تصدر أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي. أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي على مستوى العام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن حملة ترويجية تنظمها للتعريف بالدورة 8 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 30 أبريل المقبل في مركز إكسبو الشارقة. وجاء اختيار الهيئة لتقديم الكتاب بتقنية الواقع الافتراضي، والتي تمكن الطفل من العيش داخله وملامسة أحداثه مباشرة، بهدف توظيف كل أشكال التكنولوجيا لاستقطاب شريحة الأطفال وحثهم على القراءة عبر استغلال شغفهم بالتكنولوجيا وجديدها. يعني كتاب 3D مثل ما نقول عليه. حلو. يعني ما يحتاج يلبس نظارات ويقرأ كل ما يحتوي هذا الكتاب. العلم حلو، تطور أكيد أحلى، وإحنا نأمل أنه يكون هنالك تطور حتى على المستوى المحلي إن شاء الله. نشكرك زميلتنا وسام على هذه الأخبار الحلوة لهذا اليوم. شكرا شهد.